على موجة اكسبريس اف ام. سي ماجدي، عسامة، شكرا على الاستضافة. شكرا مرحبا بك، لك، مرحبا بالسيدات والسادة المستمعين إذاعة إكسبريس اف ام. شكرا لك تفاعلك معنا اليوم صباح. دوسي الهجرة، ملف الهجرة مازال يعمل في برشا ضجة، رناح حتى في منعش منال، كان ممكن سمحني على الجريد دونك الايون اليوم تاع لو تان مثلا نقراو لو بروبليم ميغراتوار كوم توال دو فون نوفيل كريز ديبلوماتيك انتر لا فرانس ايطاليا ابخي لي بروبو دو دارمانان سور ميلوني. يعني موضوع الهجرة اليوم ومسائل الهجرة ولا معناتها مشكل، وصلت تو بريسك كما نقراو اليوم الصباح مثلا اون تاع لو تان بريسك اون كريز ديبلوماتيك، معناتها زيارة مرتقبة هوني ايضا لوزير الخارجية الايطالي عن قريب. هذا الكل اكيد موضوع الساعة هو موضوع الهجرة. اخر التطورات في ملف هذا من الجانب الايطالي، وكيفاش قالت تحضر الزيارة تاع وزير الخارجية الايطالي لتونس؟ شكرا بون على الاستضافه مره اخرى. هي الازمه انا بديت نوعا ما، خاطر بعد ما تم استقبال كما ذكرت، يعني هو جاء بعد يعني الانترفيو اللي صار مع دارمانان في اذاعه ار ام سي، واللي قال باللي كونه جورج مولوني اليوم غير قادره على احتواء ازمه الهجره. ولكن هذا نتيجه ماذا؟ نتيجه انه نعرف بلي كونه منذ يومين يعني المشير خليفة حفتر قام بزيارة إلى إيطاليا، وزيارة هذه كانت يعني أهدافها أنه احتواء أزمة الهجرة من ليبيا، لأنه نعرف بلي كونه الوضع في السودان وضع غير مستقر، هناك يعني فهمتي تقريبا يعني حرب أهلية، ونعرف بلي كونه إقليم برقة اللي هو نوعا ما يعني محاذي للحدود الليبية مع السودان تحت سيطرة خليفة حفتر، وبالتالي إيطاليا بدأت يعني في التحرك في الجانب ذاك. فرنسا يعني ما زالت إلى اليوم نظرت يعني نظرة أو التعامل الاستعماري خاصة مع نحكيو لهنا تونس، نحكيو ليبيا، مازالت نظرة هذيك مازالت معناها ليجيموني معناها كولتوريل بوليتيك معناها مسيطرة، تشوفها بلي كونه تعدي على مصالحها، تعدي كذلك على نفوذها في سواء كان في ليبيا سواء كان في تونس. وبالتالي كانت ردة الفعل هذيك ردت معناها فهمتي كونه نقد لاذع لجورج ميلوني، مع العلم انه صارت كذلك مناوشات منذ تقريبا شهر ما بين ايمانويل ماكرون وجورج ميلوني في بروكسل. اليوم البارح معناها وزير الداخليه يزيد يعمق الازمه، انطونيو تاياني يعني الغى زيارتها الى فرنسا ولمقابلة نظيرته معناها فهمتي وزيرة الخارجية كولون، يعني يحضر في زيارة إلى تونس بعد ما فشلت تقريبا إيطاليا في حشد الدعم إلى تونس من قبل الاتحاد الأوروبي، من قبل معناها دول الاتحاد الأوروبي، وشفنا باللي كونه الأسبوع اللي فات الفارت تم إلغاء الزيارة اللي كانت نورمالمون باش تصير مع وزراء الداخليه سواء كان الايطالي والفرنسي والالماني مع مفوضه الشؤون الداخليه ايفا جونسون واللي جات وحدها. بالتالي اليوم ايطاليا بدات معناها تتحرك بمفردها. زياره تياني باش تكون يعني هي تمهيد كذلك لزياره وزير الداخليه التونسي اللي باش يجي لايطاليا، باش ندخلوا في المرحله التقنيه لما تتصوره ايطاليا خطه من اجل معناها يعني التصدي للهجره غير نظاميه. البارح في البرلمان الايطالي تم المصادقه على قانون يعني تقريبا يتسمى القانون كارثي جدا على حقوق المهاجرين وعلى وضعية المهاجرين. لأول مرة في إيطاليا يكون هناك قانون جائر بخصوص المهاجرين. أعرفوا أنتم باللي كونوا تطلب البارحة معناها فقط لتأجيل لجنة تأجيل معناها التصويت عليه وإرجاء النظر لمجرد أنه قانون معناها فيه بنود لا تحترم
حقوق الإنسان وكذلك منافية للدستور الإيطالي، وبالتالي وقع إعادة بلورته. ولغم أنه إعادة بلورته وإعادة معنى صياغة المواد اللي جاية فيه قانون صعيب، معناها قانون جائر ضد المهاجرين، باش يكون صيف معناها مليء معناها بالمآسي، خاصة فيما يخص ما يتعلق مسألة الهجرة، ما يتعلق كذلك مسألة يعني مراكز الحجز والترحيل. يوم الأحد احنا كناشطين وكذلك معناها فهمتني ناس معناها فهمت يهمها مسألة الهجرة، قاعدين نحضروا إلى مسيرة في للتنديد بهذا القانون، للتنديد بالانتهاكات اللي قاعدة تصير في مراكز الحجز والترحيل، للتنديد بكذلك بهذا القانون معناها التعسفي على حقوق المهاجرين، يعني وكذلك التنديد بالسياسات الاكسترناليزاسيون دي فرونتيير، معناها فهمت تصدير الحدود نحو تونس، للتنديد كذلك بالموقف التونسي اللي اليوم ماشي ومتماهي كثيرا مع الموقف الايطالي. ايطاليا الحق معناها فهمتي اصبحت تنظر، يعني هي تقول هم يقولوا نحن ما ماناش مستعمرين، لا سامحني اتعس من الاستعمار، احنا اصبحنا معناها فهمتي وكلاء، معناها نقود حرب بالوكاله ضد المهاجرين، نقود حرب بالوكاله ضد معناها فهمتي الهجره غير نظاميه خارج معناها في حدودنا لمصلحه معناها دول اخرى. وتشوف معناها نشوفوا بلي كون وضعيه كارثيه، هناك معناها مراكب مختفيه، هناك معناها مراكب الغرق معناها يوميا، الجثث مكدسه يوميا، وما شفناش معناها فهمتي الاعانه هذه، او ما شفناش معناها فهمتي حتى تدخل يعني لاعانه تونس في هذا الملف. شوفوا كان في يعني شوفوا كان في مساعي نحو معناها منع الناس من انها تخرج من الحدود التونسيه، وهي صعيبه برشا، وهي صعيبه برشا. وللاسف احنا معناها فهمتي تونس في سياستها وسياسه من السياسه المتبعه ياسر متماهيه مع ايطاليا، وسنندم معناها فهمتي باش ندموا برشا برشا على الشيء اللي باش نعملوه هذايا، لانه حقيقه اصبحنا معناها فهمتي غير انسانيين. مؤخرا معناها شفنا كيفاش تم الاعتداء على مركب من مهاجرين غير نظاميين معناها من افريقيا جنوب الصحراء من قبل معناها صيادين من اجل معناها فهمتي باش يفكوا لهم المحرك نتاعهم، والعمل هذا ادى الى وفاه معناها طفله عمرها 4 سنوات معناها تحت من يد امها في البحر غرقت. هذا معناها حقيقة معناها أنا واحد من الناس ما عادش وليت ما عادش عارف تونس بالضبط، ما هيش هي تونس اللي نعرفوها. علاش ولينا هكاية بالضبط يعني، وعلاش ولينا بالطريقة هذه خاصة في التعامل مع مسألة الهجرة والتعامل مع المهاجرين غير النظاميين وخاصة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. وضح السيد ذكر مستمعينا مجدي كرباي. كما قلنا زيارة منتظرة لوزير الخارجية الإيطالي. الهجرة هو الملف الحارق الآن في العلاقات التونسية الإيطالية، شنو هي الأولويات الأخرى ولا هذا هو؟ فما كان هذا تو بعدنا كان هذا هو في الوقت والله هو شوف نحن عنا رانا أولويات كبيرة برشا، عنا أولويات إنه ما زال تو 7900 طن من النفايات ما زالت مرمية في معناها في موردين، وهاو عندهم تو تقريبا اكثر من 3 سنوات ما تحركناش في المسائل هذه. لا مسائل تعنينا نحن كتوانسه، وتعني صحتنا، وتعني صحه معناها صحه اهالينا وصحه معناها فهمتي والبيئه نتاعنا، ما تحركناش ما سمعناش حتى نقطه في المجال هذا، سواء وقت اللي جاء وزير الخارجيه التونسي الى ايطاليا، او كما معناها معناها زار وزير الداخليه ووزير الخارجيه الايطالي تونس، لم يتطرقوا لهذه المساله، لم يتطرقوا معناها الى التعويضات اللي المفروض ايطاليا تدفعها لتونس جراء معناها بعثين النفايات في البلد، ما تطرقوش. احنا يجيو على اساس انه يخمموا فينا ولكن راهي ما زالت الى اليوم ايطاليا تعتبر معناها تنظر لنا بنظره استعماريه، هذيك هي يعني، لانه يعني اليوم الحكومه هذه الحكومه
هي حكومه معناها من الناس الفاشيه، فاشيه عرفت معناها، فهمت، منذ القدم على اساس انها تنظر الى دول شمال افريقيا على اساس انها مستعمرات، وانها معناها بالشكل يعني تواجد سياسي وجيوسياسي بالنسبه لها. هذا اليوم هم يقول لك احنا ماناش ما عندناش معناها العقليه الاستعماريه، لا هما عندهم عقليه الحرب، معناها حرب بالمناوله، معناها باش ضد الهجره، وبالتالي باش تكون املاءاتهم علينا، واحنا باش نطبقوا هذاك على حساب مين؟ على حساب شكون؟ على حساب اولادنا او قبل كل شيء، على حساب كذلك الناس الاخرى. بالتالي هذا هو معناها، فهمت، ما عندهم حتى عندهم هذه عندهم كان هذه المساله، هذه مساله اخرى فيما يخص معناها اللي وعد وزير الخارجيه، وعد بكونه وزير طياني، وعد بكونه باش يكون هناك 4000 موطن عمل للتوانسه، بداوش يحكيوا فيها المساله دي، ما بداوش. اليوم احنا لان مثلا في مقاطعه لومبارديه في ميلانو، باش نعطيك في ميلانو، هناك 10000 مطلب تصويت وضعيه منذ 2020 الى اليوم معطل، واغلبيتهم توانسه، اغلبيه التوانسه هذوما. علاش ما يسويش وضعيه التوانسه اللي موجودين لهنا واللي اليوم مقدمين مطالب، واللي اليوم معناها ينتظروا واللي يدخلوا معناها، فهمتي، في اطار قانون تسويق الوضعيات، والى اليوم مازالوا ينتظروا معناها، فهمتي، باش تتساوى وضعيتهم. يعطي في وعود للدوله التونسيه وللشباب، وعود معناها عبر معناها كي نشوفوا معناها في السنوات الفارطه ما صار منها حتى شيء. لي فورماسيون، لي سونتر دو فورماسيون اللي يحكيوا عليهم، وتكوين العمل في تونس، هاكم هاو صار هانا سنوين خرج دفعات قاعده تخرج سنوين، ما لا معناها لقوا فرصه عمل ولا حطوه على ارض الواقع. قانون ديكريتو فلوسي اللي خرج، ما هو قالوا في ظرف شهر تجي معناها تجي الاجابات، هاو مازلنا الى اليوم ما شفنا حتى اجابه، وما شفنا حتى جاي. يعني كله وعود زائفه، كل كالعاده ما ثماش حتى تصور لازمه الهجره معناها يكون فيه تونس وايطاليا، فمعناها زوج هم المعنيين، لا، دائما املاءات من ايطاليا، دائما التصور الايطالي، دائما معناها، فهمتي، السيناريو اللي حكى فيه اللي حكى لي بيان دي دوزي، من وضع معناها، فهمتي، نقاط استخباريه داخل الموانئ، وضع كذلك يعني خطه من اجل التنسيق الامني، التنسيق الامني، اعطاء تونس مزيد من معناها المد اللوجستي، سواء كان بالنسبه معناها خافرات السواحل، رادارات، وطائرات مسيره عن بعد من اجل معناها مراقبه الحدود، وضع سفينه من اجل الترحيل القسري. اليوم معناها وضعيات، اليوم الترحيل معناها الناس اللي موجوده داخل مراكز الحجز والترحيل، واللي اغلبيتها توانسه، تعيش في وضعيه صعبه جدا. نشوفوا يوميا الانتهاكات على المهاجرين، نشرت منذ تقريبا معناها 4 ايام كيفاش شفنا معناها، فهمتي، مهاجر كيفاش تم الاعتداء عليه من قبل الشرطه. هي دي التجاوزات الكل دي تونس ما تحدثش عليها، تونس ما عندهاش حتى تدخل فيها. هذوما مواطنين تونس اللي يقع الاعتداء عليهم، هذوما مواطنين تونس اللي قاعده معناها اليوم تنتهك حقوقهم في مراكز الحجز والترحيل، اللي قاعده تموت كذلك معناها، فهمتي، في مراكز الحجز والترحيل. هذا كلك ما ثماش حتى معناها، ما ثماش حتى مقاربه فيه، وما ثماش حتى تدخل فيه. يجينا اليوم معناها، فهمتي، شنو وزير الخارجيه باش يعطي املاءاته، واحنا باش نطبقوا لا لشيء، لان معناها دائما مساله الهجره دائما نتعاملوا معها على اساس انها مساله امنيه، وهي معناها بالنسبه لي مهم، مسألة أمنية ذات قصوى، ما ياخذوش حتى جانب من الجوانب الأخرى. وبالتالي معناها مع تواجد معناها سلطة كما اليوم، أو حكومة كما اليوم، ما نظنش أنه، أو قيادة معناها سياسية كما اليوم، ما نظنش أنه بتكون هناك مقاربة
أخرى بالنسبة لمسألة الهجرة. شكرا لك سي ماجي كبير على تفاعلك معنا اليوم الصباح في ربط مباشر من إيطاليا، والكلمتين اللي ختمت بهم هذاك مربط الفراس كما نقولوا اليوم الموضوع موضوع عجب. بيانتو زيارة كما قلت الوزير الخارجية الإيطالي إلى تونس. نقرأ العيون تاع الصحف اليوم لو بروبليم ميغراتوار كوم توال دو فون نوفيل كريز ديبلوماتيك انتر لا فرانس اي ايطاليا ابري لي بروبو دو دارمانان سور ميلوني. موضوع الهجرة موضوع حارق وقاعد يعني في برشا ضجة ايدي غافاج بيان ايفيدامون ربي يرحمهم الناس الكل اللي توفاو في اطار الهجرة غير الشرعية في حرقة كما نقولوا لليوم كيف كيف على عيون معناتها مازلنا نلقاو في الموضوع هذايا مطروح لانه مطروح كذا لانه في الفترة الاخرى كثرة الحرقة. توتسويت فاصل مع اخبار الثمانية ونص راجعين مع وزير الخارجية السابق احمد ونيس. سوريا تسترجع مقعد متاحة في الجامعة العربية.